صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم خمسه لسنه 2023 بتحديد الوزير المسؤول امام السلطه التشريعيه عن هيئه جوده التعليم والتدريب وذلك بعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه. يكون وزير شؤون مجلس الوزراء هو الوزير المسؤول امام السلطه التشريعيه بمجلسيها عن هيئه جوده التعليم والتدريب.